بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني، والآيات التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك هي قول الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات. إذن فعنوان حلقة هذا اليوم الطيبات. سورة المائدة سورة مدنية تضمنت الكثير من الأحكام الشرعية، ويخطئ كثيرا من يظن أن فقه الدين الإسلامي قائم على التحريم، بل إن المحرمات في الشرع يمكن عدهن على الأصابع. قال الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقد صدق من ضيق وقد صدق من قال: وعلماء الضيق صنفوا على عكس الذي به النبي أرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، وقال عليه الصلاة والسلام: بشر ولا تنفر، وقال: يسر ولا تعسر، وقال ربنا من قبل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فمتى ما فقه الإنسان فقه الإسلام حقا، علم كيف أن الله جل وعلا رفع عن هذه الأمة العصر والأغلال وجعلهم في فسحة من دينهم. قال عليه الصلاة والسلام وهو يرى الحبشة يلعبون في مسجده: دونكم يا بني أرفدة، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. دونكم يا بني أرفدة، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة، صلوات الله وسلامه عليه. نعرض الآن لقول الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات. فما أحله الله جل وعلا لنا نجزم يقينا أنه من الطيبات لنص الآية الكريمة، والله جل وعلا رؤوف رحيم بعباده، فكل ما فيه صلاحهم في أمر دينهم ودنياهم أباحه الله تبارك وتعالى لهم. قال ربنا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال ربنا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فهذه أشياء معدودة يمكن حصرها واجتنابها. ثم قال جل وعلا في الآية التي نحن بصدد الحديث عنها: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. كلمة طعام تطلق ويراد بها نوعين من الطعام: طعام تدخله الصنعة، وطعام لا تدخله الصنعة. فأما الطعام الذي لا تدخله الصنعة فهو الطعام الذي يأتي ولا حاجة لأن تعتريه حالة من بني آدم، كالفواكه مثلا، إنما تقطف وتؤكل، إنما تقطف وتؤكل، وهذه لا يتعلق بجنيها أو أكلها دين من جناها أو قطفها أو زرعها أو بذرها، لا يتعلق بالمسألة دين من قطفها أو بذرها أو جناها أو تعلق به من أي حال كان، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا أو لا دين له أو كان مسلما. فهذا النوع من الطعام الطعام الذي لا تدخله الصنعة. أما الطعام الذي تدخله الصنعة فهو على ضربين: طعام تدخله الصنعة من غير الذبح، وطعام تدخله الصنعة على حالة الذبح. فأما الأول فمثاله الدقيق، فهذا البر إذا أصبح دقيقا، أو العنب وأمثاله إذا أردنا أن نجعله شيئا يشرب مما يعرف بكلمة عصير، فهذا تدخله الصنعة، فهذا حكمه حكم الأول، لا تتعلق بديانة فاعله أو صانعه أو القائم عليه مسألة حل أو حرمة، فيؤكل ويشرب كل ما كان كذلك أيا كان القائم عليه مثل الأول، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو من لا دين أو من لا دين له، والمسلم من باب أولى وأحرى. بقي الحال الثالثة، وهي الطعام الذي يحتاج إلى تذكية، وهي بهيمة الأنعام وما شابهها مما أباحه الله جل وعلا أن نأكله. فهذا هو الذي يتعلق به دين من قام بذلكم الأمر، أي قام بالتذكية. فتؤكل ذبيحة المسلم قطعا، وذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
وطعامكم حل لهم. فنأتي هنا إلى مبدأ المقايضة، فما يذكونه من ذبائح يحق لنا أن نأكله، وما نذكيه من ذبائح ومن طعام يحق لهم أن يأكلوه. فنلحظ أن المنفعة قائمة بين الفريقين. وقول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب، هذا يسمى في عرف المفسرين عام أريد به الخاص، فكلمة طعام هنا ليست على إطلاقها، إنما يراد ذلكم الطعام الذي يحتاج إلى تذكية، فهذا عام يراد به الخاص. ونظيره في القرآن قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا عام أريد به الخاص، وليس كل الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد جمع لك، وإنما رجل راكب عارض رأى أبا سفيان وجيشه ثم نقل الأمر والخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مثاله أيضا قول الله جل وعلا عن الكليم موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهذا عام أريد به الخاص، فليس موسى مصطفى على الناس جميعا، إنما مصطفى على أهل زمانه صلوات الله وسلامه عليه. فموسى ليس أفضل من إبراهيم وهو قبله، وليس أفضل من محمد وهو بعده، إنما أريد أهل زمانه فقط. ومنه قول الله جل وعلا لبني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي عالمين؟ عالمي أهل زمانهم. نعود للآية، فقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، قلنا هذا عام أريد به الخاص، يراد به الطعام الذي هو أهل لأن يذكى كبهيمة الأنعام. والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، هم أهل الكتابين قبلنا، اليهود كتابهم التوراة والنصارى كتابهم الإنجيل. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم، أي معشر المسلمين، حل لهم. فهنا كما حررنا آنفة قائم الأمر على باب المقايضة. قد يقول قائل في زماننا هذا ربما لا يذكون تذكية شرعية، الحال هنا أن الإنسان يأكل ويذكر اسم الله تبارك وتعالى، يأكل بعد أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا لما قال في كتابه العظيم في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ربنا كان يعلم أن أهل الكتابين قبلنا قد بدلوا وحرفوا. قال الله تبارك وتعالى عنهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فأخبر الله جل وعلى أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل وأنهم يأكلون الربا وأنهم يصدون عن سبيل الله، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يشتري منهم ويبيعهم ويقبل هداياهم ويأكل عندهم أحيانا، لم يمنعه ما ذكر عنهم في الكتاب العظيم. إذن ربنا جل وعلا يقول عن ذاته العلية وما كان ربك نسيا، فالله جل وعلا يعلم حال أهل الكتاب وأنهم بدلوا وحرفوا وأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه، مع ذلك قال تبارك اسمه وله الحكم والأمر من قبل ومن بعد، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فلا معنى أن يقول قائل إنهم لا يذكون تذكية شرعية أو أنهم لا يسمون أو أنهم لا يكبرون أو أنهم لا يستقبلون قبلة أو ما غير ذلك من العوارض. إذا أوتي بالطعام ولم يكن الطعام محرما عينا كلحم الخنزير فهذا يجوز أكله بصرف النظر كيف أعدوه لعموم الآية، لكن قبل أن نأكل نذكر اسم الله تبارك وتعالى، فيكفينا ذكر اسم الله جل وعلا على المطعوم يسد النقص الذي حصل من قبل أهل الكتاب. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولهذا يجوز أن يعطى أهل الكتاب من أضاحي ومن الصدقات ومن الطعام باتفاق المسلمين. ثم قال جل وعلا بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. بعد أن ذكر الله جل وعلا الطيبات من المطعومات ذكر الله جل وعلا الطيبات من الأنكحة، والنكاح أعظم المباحات على الإطلاق، أعظم المباحات على الإطلاق. فالدين فيه أمور تكون ركنة وأمور تكون واجبة وأمور تكون محرمة وأمور تكون مندوبة وأمور تكون سنة، وفيه قسم معروف من التكاليف الخمسة اسمه من الأحكام الخمسة اسمه المباحات. أعظم المباحات أجلها أعلاها هو النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والنكاح سنتي، والله جل وعلا قال في النكاح في سورة الأحزاب
قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال عن أنبيائه ورسله وهم الصفوة من الخلق والذروة من العباد، قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد قيل إن يعقوب عليه السلام في زمن حزنه على ابنه يوسف تزوج، ويقال إن الإمام أحمد توفيت زوجته في الصباح فتزوج في المساء، وقال أكره أن أبيت ليلة عزبا، أكره أن أبيت ليلة عزبا. ولما ذكر عنده بشر، وكان بشر معروف بصلاحه وتقواه وورعه بشر الحافي، قال أحمد رحمه الله لو تزوج بشر لتم أمره، لو تزوج بشر لتم أمره، أي لبلغ المنتهى في الكمال فيما يعرف في ذلك الزمان. والمقصود أن النكاح من أعظم المباحات، وقد قيل سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها عمرا حرام. بصرف النظر عما في الأبيات من معان أو شواهد نحوية أو غير ذلك، المقصود قوله فإن كان النكاح أحل شيء، وقطعا النكاح من أعظم المباحات التي أباحها الله جل وعلا لعباده. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا خبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هنا يقول ربنا جل وعلا والمحصنات من المؤمنات، والمعنى من الطيبات اللواتي أباحهن الله لكم، المحصنات من المؤمنات. ما معنى المحصنات من المؤمنات؟ نحن نسمع بكلمة حصن، ما معنى كلمة حصن؟ هو مكان مصور يتقى به غوائل الأعداء، فالإنسان يتقي أعداءه بأن يقع في الحصن، ويسمى الفرس والخيل حصان لأن الفارس يعلوه فيتقي شرور أعدائه ويصبح أكفي أكثر مكنة وأكثر اتقاء لأعدائه، لذلك سمي الخيل حصانا وسمي الحصن بالحصن. قول الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات، أي النساء اللواتي يردن بالنكاح أن يتعففن، فتحصن المرأة نفسها بالزواج كما يحصن الرجل نفسه بأن يتزوج، كلاهما يحصن نفسه بأن يتزوج، هذا معنى قول الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات. فلما أباح الله لنا المحصنات من المؤمنات قال ربنا في واو العطف بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، أي أن الله جل وعلا أباح لنا أن ننكح نساء أهل الكتاب. إذا غلب على ظننا أن هذه المرأة من أهل الكتاب يهودية كانت أو نصرانية أرادت أن تحصن فرجها، أرادت العفاف بزواجها، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بنت حيي بن أخطب بعد فتح خيبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فتحت له خيبر بوعد من الله، قال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فالفتح القريب الموعود هنا في صورة الفتح هو فتح خيبر. فلما فتح صلى الله عليه وسلم كانت صفية من أجمل النساء، وقعت في سهم دحية الكلبي، فقيل له يا رسول الله إن صفية لا ينبغي أن تكون إلا لك، فعوض دحية عنها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وهي يهودية بنت سيد من سادات يهود هو حيي بن أخطب، ثم قدمت معه المدينة وبنى لها حجرة عدت حجرة من حجرات أمهات المؤمنين، وهي التي كانت تأتيه أحيانا وقت اعتكافه فينقلب معها، أي ينصرف معها حتى يردها إلى دارها، لأن عائشة وحفصة وغيرهن من أمهات المؤمنين لا تخلو إحداهن من ذوي قرابة يقوم بشأنها، أما صفية فلم يكن لها أحد، فكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدها. ولما مر الرجلان وهو يتحدث معها قال على رسلكما إنها صفية، فتعجب قائلين أنت يا رسول الله؟ أي محال أن نشك فيك. قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والعاقل لا يضع نفسه في موضع ريبة ولا موضع تهمة، وقد قيل ومن دعا الناس إلى ذمه
ذموه بالحق وبالباطل، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. وقد قيل كذلك: رحم الله امرأ دفع المغبة عن نفسه. والذي نقصده هنا أن صفية كانت يهودية وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أن إحدى أمهات المؤمنين أغضبتها قائلة لها: يا يهودية، عيرتها بأنها يهودية. فجاءت صفية تبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قولي لها والله إنني لبنت نبي وعمي نبي وتحت نبي. فتقصد أنها من نسل هارون، هذا معنى أنها بنت نبي، وعمها نبي أي موسى، وتحت نبي أي تحت نبينا صلى الله عليه وسلم. فجمعت رضوان الله عليها مناقب ثلاث، وقد وشي لها في زمن عمر، فبينت عذرها لأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فأقرها. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في عصمته، وهي إحدى أمهات المؤمنات المؤمنين، داخلة في عموم قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. هذا ما يتعلق كمثال على نكاح بعض نساء أهل الكتاب. خالف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه المسألة، وقال: لا أعلم شركا أكبر من أن تقول إن المسيح ابن الله، أو أن تقول عزير ابن الله، لكن أحدا من أهل العلم لم يوافق ابن عمر على قوله، وأهل العلم كافة وجماهير السلف والخلف لنص الآية الصريح على جواز نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى. قال ربنا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وهذا يدل على أن المهر الأكمل والأفضل أن يكون في بداية العقد، أن يكون في بداية العقد قبل الدخول، ولو أخر إن شاء الله لا حرج. والمهر حق للمرأة، قال الله تبارك وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وإنما تستحل فروج النساء بكلمة الله، وبهذا المهر الذي شرعه الله جل وعلا ولا بد منه أن يعطى للمرأة. قال ربنا: إذا آتيتموهن أجورهن. والمهر الأصل فيه أن يكون غير كثير، لكن الله جل وعلا قال: آتيتم إحداهن قنطارا. وهذا هي المسألة التي ردت فيها امرأة على عمر، فقال رضي الله عنه وأرضاه: أصابت امرأة وأخطأ عمر. والناس في هذا يتفاوتون، ومرد هذا غالبا إلى العرف، لكن لا ينبغي أن يعاق الشباب عن الزواج بكثرة المهور. لكن من تزوج من بيت يغلب على الظن أنه أهل فضل وأراد أن يكرمهم فلا حرج عليه أن يزيد في المهر. فإن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وقبل علي هذا وزوجه إياها، أمهرها 40,000 لقرابتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكرمها بذلك. فهذا شأن لا حرج فيه البتة، دلت عليه السنة ودلت عليه الآثار. ونحن نتكلم في الأمر العام لا في الأمر اللازم. فقال الله جل وعلا: إذا آتيتموهن أجورهن محصنين. ثم قال ربنا، وقد بينا معنى كلمة الإحصان: غير مسافحين. السفاح مأخوذ من الإراقة، ومعنى مسافحين هو الرجل يزني بالمرأة ولا يبالي عياذا بالله أين يضع ماءه، فيسمى هذا سفاح، ولا يبالي أين يضع ماءه. فلا تكون المرأة التي ارتكبت معها الفحشاء محددة، هذا معنى مسافحين. ثم قال الله: ولا متخذي أخدان. أخدان مفرد واخدن، ويطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، وهو ما يعرف في زماننا هذا بالصديقة، فهذا كذلك حرمه الله جل وعلا. والفرق بين الاثنين ما بين السفاح واتخاذ الأخدان كلاهما زنا، لكن الأول لا يبالي مع من يزني، أما في ذوات الأخدان فإنه يتخذ صديقة يتردد عليها ويلقاها وتلقاه، وكلاهما حرم الله تبارك وتعالى، مندرج في الفحشاء التي قال الله جل وعلا فيها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا يدل أو يرشد إلى مسألة جميلة في التصور الفقهي للأحكام. فإن الرجل إذا ابتغى لذته من امرأة ما
فتجد أن اللذة يمكن أن تتحقق، لكنها قد تتحقق على أحوال عدة. فمثلا لو زنى بها سرا، هذا زنا محرم من كبائر الذنوب، وهو مع ذلك نال وطره. لو أتاها بالقوة فهذا اغتصاب، في الأول هي آثمة وهو آثم، فلو أتاها بالقوة دون رضا منها وأجبرها تحت تهديد سلاح أو غيره فهو آثم وهي غير آثمة، وهذا ما يعرف قانونا بالاغتصاب. ولو أتاها واتخذها صديقة فهي آثمة وهو آثم، ويسمى هذا ذوات أخدان. ولو أتاها بمهر وولي وشاهدين سمي هذا نكاح. والمقصود من الأربعة واحد، والحال بينهما على الفراش واحد، فالطرائق اختلفت في الوصول إلى المقصود. فلا بد أن يفرق عندما يتصدر الإنسان للفقه ما بين ما حرم طريقة وما حرم عينا، ما حرم طريقة وما حرم عينا. والخلط في المفاهيم هو الذي تنجم عنه الفتاوى الخاطئة. فكون رجل ما يرى امرأة فتعجبه ويريد أن يقضي وطره منها، فهذا حق مشروع له إن كانت هذه المرأة محصنة غير متزوجة وليست من المحرمات عليه. لكن المحرم كيفية الوصول، محصور الوصول في النكاح، فله أن يقضي وطره في النكاح فقط، النكاح الشرعي المعروف. أما الطرائق الأخرى، الزنا سرا أو اتخاذها صديقة أو ما يعرف بالاغتصاب، كل ذلك محرم شرعا، رغم أن المقصود واحد. وفقه مثل هذه المسائل وإدراكها يجعل الإنسان غالبا أهلا لأن يبلغ عن الله جل وعلا دينه. قال الله جل وعلا: إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ثم قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا أشبه بآية تجري مجرى الوعيد، أن الإنسان لا يقبل بعد أن من الله عليه بالإيمان ومعرفة طرائق الوصول إلى رحمة الرحيم الرحمن أن يستبدل ذلك كله عياذا بالله بالكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يلقى في النار، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. والمراد من الآيات كلها بيان ما أباحه الله جل وعلا لعباده. فإذا توقفنا عند مسألة المهر خاصة، بينا ما كان من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأم كلثوم. ثم عبر التاريخ عرفت قصص كثيرة في قضية صداق المرأة. فيروى أن زكريا عليه السلام لما من الله عليه بيحيى، حسدت اليهود يحيى حتى وشت به عند أحد الملوك، فعمدوا إلى بغي ذات جمال فجعلوها تغري ذلك الملك في أن يتزوجها، فرغب فيها وطمع في نوالها. فلما سألها الصداقة والمهر قالت: لا أقبل إلا يحيى بن زكريا. فأرسل من يقتله ليجعله قربانا وصداقا لبغي. وهذا يكفيك في أن تعرف هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى، أن يقتل أولياؤه بمثل هذه الطريقة. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. عبد الرحمن بن ملجم المرادي تعلق بامرأة فاشترطت عليه مهرا رأس علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقبل 3000 وعبدا وقينة وضرب علي بالحسام المهندي. هذا ما قيل من أبيات في فتك عبد الرحمن بن ملجم لعلي رضي الله تعالى عنه، فجعل قتل علي مهرا ولم ينل بغيته. ومما يستطرف في هذا الشأن ما ذكروا أن الحجاج بن يوسف تزوج امرأة يقال لها هند، فسمعها يوما تقول: وما هند إلا مهرة عربية. ثم ذكرت أنها إن أنجبت فهذا عائد لها، وإن أخفقت فهذا عائد لزوجها الحجاج.
فغضب منها الحجاج فطلقها، فلما طلقها كان من ذكائها أن أرسلت من يذكر جمالها لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين يومئذ، فرغب فيها عبد الملك فخطبها، فاشترطت عليه أن يزفها الحجاج إليه، أي أن ينقلها من العراق إلى الشام، يقود لها بعيرها وهودجها. فبعث عبد الملك إلى الحجاج يطلب منه أن يزف إليه، أن يقدم إليه بهند، فقبل الحجاج حتى لا يفرط في ملك العراقين على ما في قلبه من الضغينة عليها، فأخذ يسوق البعير وهي على الهودج، حتى إذا دنوا من مدينة دمشق تعمدت أن تسقط دينارا، ثم قالت: يا جمال. قال الحجاج: لبيك. قالت: سقط مني درهم ولم تقل دينارا، فابحث لي عنه. فأخذ يبحث يبحث، قطعا لم يجد درهم، لأنه لم يسقط درهم، سقط دينار، فوجد الدينار، فقال: لم أرى إلا دينارا، وأعطاها إياه. فقالت حتى تغيظه: الحمد لله الذي أبدل درهمنا بدينار، الحمد لله الذي أبدل درهمنا بدينار. تعرض بالحجاج وبعبد الملك، فهذا مما ينقله المؤرخون ويبين لك شيئا من كيد النساء. في هذا كله نحن نتكلم عن سياق المهر عموما، والاستطراد فيه قد يكون صعبا، لكننا نتكلم فقهيا عن الآية. ما يعرف في زماننا هذا بالمقدم والمؤخر يجيزه الشرع ولا حرج فيه البتة، لكن ينبغي أن لا يكون فيه نوع من المغالاة. يحسن بالمرء أن يتخير لنفسه إذا أراد أن ينكح. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني الأسباب والدوافع والبواعث التي تغلب على الرجل أن ينكح من بيت ما، أربع: تنكح المرأة لمالها، فإن المرأة إذا كانت ذات مال هذا مما يرغب الرجال فيها بنص الحديث، وكما جاء في أحاديث أخر كان نساء الصحابة يحرصن على أن يكون لبناتهن مالا حتى يرغبن الأزواج فيهن. وتنكح المرأة لجمالها، وتنكح المرأة لنسبها وحسبها، وتنكح المرأة لدينها. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن عقلا ونقلا، لو استطاع المرء أن يجد في امرأة الأربعة هذه كلها كان حسنا، فإن لم يستطع فيبدأ بمن قوامها التقوى ويثني بالجمال، لأن الرجل يحب أن يرى زوجته في صورة حسنة. ثم بعد ذلك في قضية الحسب، ثم في قضية المال. وينبغي أن يعلم أن الزينة إنما يجعلها الله في العينين، بمعنى أن الله إذا أراد أن يؤلف بين زوجين جعل أحدهما حسنا في عين الآخر. قال قيس بن الملوح وهو مغرم بليلى في الخبر المشهور: فيا رب إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي، فيا رب إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني. والمقصود قوله: فزني بعينيها كما زنتها لي. ولما قيل لليلى: إنك لست بذات الجمال الذي يجعل قيسا يقول فيك هذه الأشعار، قالت لقائلها: إن قيسا كان يراني بعينيه لا بعينيك، إن قيسا كان يراني بعينيه لا بعينيك، والله يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا أراد الله جل وعلا أن يؤلف بين قلبين زين كل أحد في عيني الآخر. في قوله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، دليل على كمال الدين، لأن سورة المائدة فيها كذلك قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أتم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم عشية عرفة من حجة الوداع الدين كله، وجعله تبارك وتعالى تاما كاملا لا يحتاج إلى زيادة، ولا يقبل من أحد أن ينقص فيه. ولما جاء رجل إلى مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه
وقال له إنني أريد أن أحرم أي في عمرتي أو حجي من الروضة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات. قال ما هي إلا بضعة أميال، يعني الفرق ما بين ذي الحليفة الميقات وبين الروضة بضعة أميال. فقال مالك رحمه الله من زعم هذا فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، وبين له أن الدين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه يجوز تقديم الإحرام عن موضعه، لكن الفضل لا يمكن أن يكون موجودا في مخالفة السنة، لكن الفضل لا يمكن أن يكون موجودا في مخالفة السنة. فتقفي الأثر، أثره صلى الله عليه وسلم واتباع هديه هو الدين الحق، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. لكن السنة حتى يفقهها المرء يحتاج إلى آلة في العلم، يحتاج إلى آلة في العلم، ويرى الأشباه والنظائر ويقيس هذا على هذا حتى يصل إلى مقصوده ويحقق مراده. ومعرفة سياق الحديث وكيف جاء وكيف قيل يعين كثيرا على فهم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك، وسراقة ما أخرجه من قومه إلا الطمع في الجائزة التي وضعتها قريش لمن يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا، قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعمر بعدها بسنين وقد دخل عليه، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر الحصير في جنبه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت على الحصير؟ قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ولم يقل له عليه السلام كما قال لسراقة، لأن شخصية عمر بعد أعوام من الهجرة ليست كشخصية سراقة وهو في أول عهده، في أول عهده ومعرفته بالدين. ثم إن سراقة خرج والطمع في بين عينيه والرغبة في المال بين يديه، يريد أن ينال أجرا، والمئة ناقة هي التي دفعته وبعثته أن يخرج. فما أحب صلى الله عليه وسلم أن يرجع سراقة إلى قومه ولا شيء بين يديه، فعلقه بأمل يحييه حتى يبلغ مراده. وقد وقع صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولبس سراقة سواري كسرى، بالرغم من أن عمر هو الذي أعطى سراقة سواري كسرى لما وصل إليه غنائم المسلمين من المدائن من فتح فارس، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء عن سواري كسرى، لأن شخصية عمر غير شخصية سراقة. فقد يترك الإنسان قولا حميدا محبوبا يحب أن يسمعه قائله اعتمادا على ما يعلمه من ذلكم القلب، وقد يقول كلمات يسترضي بها آخر اعتمادا على ما يعرفه من ضعف الآخر. وهذه صناعة الرجال تختلف من حال إلى حال، والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين أوجدتم علي في أنفسكم في حثالة من الدنيا أعطيت بها قوما أترضاهم بها، ووكلتكم إلى أيمانكم، أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. والمقصود أن الفقه ليس فقط أن يعرف الإنسان الأحكام التكليفية وأن يعرف الدليل وأقوال الأئمة الأربعة من المتبوعين أو غير الأئمة المتبوعين، إنما الدين أعظم وأوسع وأجمل وأكمل من هذا، وإنما استحضار الشواهد ومعرفة الطرائق وقياس الأشباه والنظائر هو الذي يجعل الإنسان برحمة الله وفضله مؤهلا لأن يبلغ عن الله جل وعلا دينه. وهذا هو العلم الحق الذي تجري فيه أقدام العلماء، لا أن يحفظ الإنسان أوراقا أو متونا أو كلمات مصفوفة ثم يرددها ربما لا يفقه كثيرا مما يقول. والدافع إلى هذا القول إن شاء الله تعالى الغيرة على الدين أن يتصدر فيه من ليس له بأهل. فإن كان هناك نزاع ما بين عرض زيد وعرض عمرو وما بين دين الله فإن دين الله أولى. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا ما تهيأ إراده
وتحقق إعداده وأعان الله على قوله حول قول ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نفعني الله وإياكم بما قلناه وألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.